علم بكليات جامعة بن القصيم، ولا يسعدني إلا أن أشكر السيد عميد الكلية، السيد رئيس الجامعة، أساتذة كل واحد بإذن على ما يوفرونه ومساعدة لهذا. أعطي الكلمة تمهيدية لموضوع علم النفس الإيجابي وتطبيقاته، فتتفضل الأستاذة مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا ضمن هذه الأمسية السيكولوجية. أهلا بي عند هؤلاء الذين هم طلبتنا الأعزاء، وكذلك مختلف أطياف عالم السيكولوجيا بالمغرب. يشرفني أن أستضيف كذلك الدكتور مرعي يونس سلامة، وهو أحد رواد علم النفس الإيجابي، وربما كان لنا الشرف استقباله في المغرب على اعتبار أنه أحد أقطاب علم النفس الإيجابي البارزين في العالم العربي والعالم والمجتمع الأوروبي وكذلك العالمي أيضا. كذلك يمكن أن أطرح نوعا من التقارب أو المقابلة بين علم النفس ماستر علم النفس المرضي الإكلينيكي الديناميكي السيكولوجيا الإيجابية أو علم النفس الإيجابي، على اعتبار أنهما يتقاربان ويتقاطعان، فكلاهما يعتبر منفذا أساسيا لوجود الذات الإنسانية. أعتقد بأن هذه المناسبة ستكون عبارة عن ركيزة أولى أو كذلك لبنة أساس لبلورة جملة من المحاضرات العلمية التي ستلقى على الهواء مباشرة، وأعتقد بأنها تؤسس لثقافة جديدة في علم النفس، علم النفس من أجل الجميع، ومحاضراتنا هي من أجل الساحة العلمية وبدون أي اقتصار على شخص معين. إذن التوجه هو التوجه للمجتمع المغربي وكذلك لكل من له علاقة بالسيكولوجيا. فأهلا بكم في أولى محاضراتنا من جامع من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة، كذلك ضمن في إطار فضاء جامعة بن طفيل التي عرفت بانفتاحها على الجديد، وكذلك باستقبالها لجملة من الأفكار، لا أقول فقط تخصصات، ولكن هي أصبحت رمز للانفتاح، رمز كذلك للتقاطع ما بين مجموعة من الثقافات. والآن لدينا هذه اللبنة الأساس التي سجلت من دون منازع خطوة إلى الأمام، وأشكر كذلك وهذه كذلك فرصة لأشكر كل من كانت له يد بيضاء في إخراج شعبة علم النفس إلى الوجود، وكذلك ماستر علم النفس الإكلينيكي الديناميكي. أخص على وجه الذكر أو على وجه الخصوص أستاذنا الكبير الذي لا يأبى إلا أن يكون أستاذا من الأساتذة، وهو عميد كلية الآداب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الأستاذ جمال فخوري. كما أشكر رئيس الجامعة الدكتور المداوي الذي عرفت هذه الجامعة قدرة على مواصلة سيرها ضمن فضاء متحرر، فضاء يدعو إلى العالمية وليس فقط إلى القطرية أو إلى الجهوية. شكرا لكم لحضوركم في ضمن هذا الجمع، وشكرا للدكتور مرعي لتلبيته هذه الدعوة، وأعطي له الكلمة لكي يوشح آذاننا
بكلام عميق جدا حول السيكولوجيا الإيجابية. شكرا له لتلبية الدعوة. بسم الله، مرحبا بحضراتكم جميعا. بدء بشكر سعادة رئيس الجامعة وسعادة عميد الكلية على الدعوة الكريمة، وبشكر حقيقة الدكتورة خديجة وادي والأخ العزيز الدكتور محمد بلبال على تواصلهم بشكل دائم لتجهيز وتنظيم وتنفيذ هذه الندوة اللي إن شاء الله تكون مناسبة لإضفاء جديد مرتبط بعلم النفس الإيجابي كمفهوم، بعلم النفس الإيجابي كمستحدثات، بعلم النفس الإيجابي كبعض التطبيقات. وطبعاً بيهمني في الأساس بالتأكيد هم زملائي أعضاء هيئة التدريس وأصدقائي وزملاء عملي الطلاب في مرحلة الدكتوراه والماجستير. أحاول الفكرة الأساسية حقيقة عندي هي فكرة تقديم علم النفس الإيجابي بشكل ما. عندي حاجات كتيرة جداً لتقديمها في هالموضوع. المشكل الوحيد هو أنه بحاول في وقت قليل أعمل تنوع كبير في الموضوع المرتبط بعلم النفس الإيجابي، لأخذ أفكار، لأخذ توجهات، التعرف على بعض الموضوعات، للتعرف على المستحدثات اللي بيتم من خلالها النشر والعمل في علم النفس الإيجابي كمجال وفرع علمي، بالمقاييس اللي بيتم استخدامها وإمكانية ترجمتها وموائمتها وتقنينها في البيئات العربية المختلفة. وبعد كده بعطي مثال على ما تم نموذج في مجال تخصص معين أذكره لحضراتكم في البرزنتيشن اللي هقدمها لحضراتكم. لو حصل في أي مشكلة في الصوت يا ريت الدكتورة خديجة أو الأستاذ بلبال يوضح لي حتى أقف ونرجع التواصل. هل الحمد لله الصوت جيد؟ ممتاز. طيب هل البارتاج السكرين هنا واضح؟ نعم تمام. واضحة؟ تمام؟ وي. طيب تمام، بسم الله. إيه هو ببساطة وجود علم النفس الإيجابي؟ أو هو فين علم النفس الإيجابي؟ الحقيقة في الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وأنا بطلق عليها اسم العلوم النفسية، سطحها كتير متنوعة لدرجة لما بدأت بفرع واحد من زمان بدأت في التطور كقطاعات حتى أصبحت حالياً 54 قطاع. 54 قطاع، 54 جمعية علمية. كل جمعية علمية يدخلها تخصصات مختلفة. فعلى سبيل المثال تخصص علم النفس التربوي هو قطاع رقم 12. تخصص علم النفس التنظيمي هو القطاع رقم 14. تخصص علم النفس القطاع رقم 13. طيب علم النفس الإيجابي لما بدأ إعلانه
في الجامعه الامريكيه على يد فريدمان اعلنوا رسميا كان في نهايه القرن العشرين 1999، وبدا في الوقت ده ادراجه شيئا فشيئا في القطاع رقم 13 وهو الخاص بعلم النفس الارشادي، اسف في القطاع رقم 17 هو علم النفس الارشادي اللي هو الكونسلنج سايكولوجي. طيب البرزنتيشن بيتم بشكل الاتي، مرتبة ان انا بعرض ثلاث حاجات فقط اساسية على علم النفس الايجابي، مفهومه، محاوره الاساسية، ثم الفروع التطبيقية التي انبثقت من علم النفس الايجابي عن طريق الجمعية الدولية لعلم النفس الايجابي. اثنين، بعض المستحدثات البحثية والمقاييس. المستحدثات البحثية متعددة، حاولت اختصرها في ثلاث حاجات. وبعدين أنماط الأسلوب التفسيري كنموذج من هذه من هذه الموضوعات وتطبيقه بمجال تخصصي محدد. إيه هو علم النفس الإيجابي؟ علم النفس الإيجابي بيعرفوه في الجمعية الأمريكية لعلم النفس على إنه الدراسة العلمية لكل ما يمكن أن يجعل الأفراد الفرد أو المجتمعات أن تكون مزدهرة. يعرفوا أيضا على أن هو علم دراسة العمليات والتدخلات من خلال برامج تدريبية بنشوف تأثيرها. إيه الهدف منه؟ الهدف هو الفهم والتطوير للرفاهية الذاتية والازدهار لثلاث أشكال: الفرد والمجتمعات والمؤسسات. طيب كذلك بيركز في هذا العلم علم النفس الإيجابي على ما هو ما يسمى مكامن القوة أو القوة الإنسانية والفضائل الإيجابية للشخصية بهدف تحقيق السعادة والشعور بالرضا عن الحياة. بيهتم عشان ما ننساش دايما إن هو بيهتم بثلاث أنواع، ثلاث أشكال، ثلاث محاور، ثلاث أركان، ثلاثة باليه هم الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. طيب ايه هما المحاور؟ المحور الاول بيركز على الخبرات الإيجابية وهي مرتبطة بالأفراد فرد بفرده، الجوانب السيكولوجية، الجوانب الخاصة بالفرد سواء كان الفرد وذاته، سواء الفرد والآخرين. الثاني او الركن الثاني هو القوى الإنسانية والفضائل، وده موضوع كتير كبير بيدرس من أول نشر له كان في 2004، يعني عليه النهاردة بقاله حوالي ما يقرب قريبا من قرن من 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 حوالي 20 عام بيدرس بمعنى آخر، مش هقول القوى الإنسانية والفضائل كاسم مصطلح يعني معتبر في أماكن كتيرة في المراجع، ولكن هقول هي السمات الإيجابية للشخصية. الفرع الثالث هو المؤسسات الإيجابية زي ما ذكرت لحضرتك. طيب نركز في واحد منهم، المركز المحاور الأول اللي هو مرتبط بالخبرات الإيجابية. زي إيه الخبرات الإيجابية؟ زي موضوعات، وهي الموضوعات دي طبعا بالطبع لابد نتذكر أنها لها نماذج نظرية ولها مقاييس لقياسها ولها وسائل لتقويمها، وهي علمية لأنها تستند على المنهج العلمي. زي موضوع شغف الممارسة، الشغف لممارسة أي شيء إذا كان شيء واحد أو أكثر. موضوع الازدهار والرفاهية الذاتية والهناء الذاتي. موضوع السعادة أيا كان نوع هذه السعادة، كانت انفعالية أو نفسية أو اجتماعية. التفاؤل والأمل وأسلوب التفسير. الانفعالات الإيجابية. الطلاقة النفسية. اليقظة العقلية. التعاطف الوجداني، رأس المال النفسي، والامتنان والتسامح. المحور الثاني زي ما ذكرت لحضراتكم توتاليرلا قال انه بيتكلم على القوة والفضائل الإنسانية. قلت لحضراتكم ان هي
باختصار بدون ما أقول القوة والفضاء الإنسانية، بنقول ممكن السمات الإيجابية للشخصية الإنسان. وهم طلعوها في ثلاث نماذج كبيرة جدا حتى الآن يتم دراستها. نموذج منهم الأكثر انتشارا، مش الأكثر صدقا وثباتا كمقاييس، انتشارا لأنه ينتمي إلى مؤسس علم النفس الإيجابي سليجمان، بيشتمل على ست فضائل أساسية، وهي الحكمة، الشجاعة، الإنصاف، الإنسانية، وضبط النفس، والسمو. هذه الست فضائل تحتها أو يكونها 24 قوة أو قوة إنسانية أو سمة إيجابية، وهي التسامح. زي التسامح، مش هقولهم كلهم، هم 24، زي التسامح، زي حب التعلم، زي الفضول، الطيبة، الذكاء الاجتماعي، تقدير الذات، التواضع، المثابرة الحيوية الذاتية، الامتنان، الإبداع، التأمل، الفضول، القيادة. أما المحور الثالث حقيقة، بالرغم منه تم تقسيم العلم على ثلاث محاور أساسية، لكن المحور الثالث هو أقلهم استخداما في البحوث العلمية. والحقيقة أنا كنت شغال على يعني شغال في شغل كبير الفترة الماضية، من خلال العام الماضي لقيت إن ده أقل عمل علمي في النشر الدولي كان مرتبط بالمؤسسات الاجتماعية. بيتصل زي ما ذكرت لحضراتكم دراسة العلاقات بين الأفراد والآخرين، بين الإدارة والمرؤوسين، بين الطلاب والمدرسين، بين الفرق الرياضية على مختلف أنشطتها، والهيرارشي اللي فوقيها من إدارات، من أندية، من اتحاد أولمبية وما زال. ده شكل عام إلستريشن موجود بيتكلم على بعض الموضوعات اللي هي بتتعامل مع النفس الإيجابي، زي البوزيتيف ثيرابي، زي البوزيتيف ايجينج مع العمر، مع زيادة العمر، الكابيتال، البوزيتيف كابيتال، يعني موضوعات متعددة كثيرة. وهو حاول في الستريشن ده يعمل لها تصنيف بحيث يسهل معرفة الموضوعات المرتبطة بعلم النفس الإيجابي، سواء كانت في المحور الأول أو المحور في المحور الأول فقط، هنا في المحور الأول. طيب الفروع الأساسية التطبيقية لعلم النفس الإيجابي، أو إحنا قلنا علم النفس الإيجابي هو علم ينتمي إلى فرع القطاع 17 في الجامعة الأمريكية. هذا الفرع ظهر منه فروع منبثقة منه، هذه الفروع المنبثقة منه هي متعددة ولها تخصصات. إيه هما الأربعة؟ إيه هما الموضوعات دول؟ هما الآتي: البوزيتيف إديوكيشن أو التربية الإيجابية اللي تغير اسمها في 2020 اللي بوزيتيف إديوكيشنال سايكولوجي، كذلك الفرع الآخر كلينيكال سيكوثيرابي غيروه خلوه بوزيتيف كلينيكال سايكولوجي، الفرع الثالث بوزيتيف هيلث، والرابع مرتبط بالعمل وبيئة العمل والسلوك التنظيمي، البوزيتيف أورجانيزيشن أند ورك. في فرع آخر اسمه بوزيتيف نيروساينس، ده استمر فترة وبعد كده ما استمرش الحقيقة فترة طويلة. سبت هنا في الديابو ده صورة مبسطة على الموضوعات دي، وفترة ما بدأت حتى الآن، إنه بدأوا من حوالي 15 عام، من 2006 الفرعين الأساسيين الأولانيين، وبعدين من 2010 الفرع الثالث، وبعدين من 2013 الفرع الرابع. هل في فروع تانية ممكن تنبثق عن علم النفس الإيجابي كقسم اللي هو already موجود داخل قطاع 17 اللي هو علم النفس الإرشادي؟ ده وارد جدا، لأنه بيكبر هذا العلم وبينتشر هذا العلم، لأنه علم الذي يحتاج العالم حاليا في الفترات اللي احنا فيها
وخاصة في فترة الإبيديمي وكل اللي بيحدث حاليا. باختصار عشان ما اخدش فيها وقت طويل لحضراتكم، بذكر بعض النقاط. البوزيتيف كلينيكال سايكولوجي اللي ممكن يهمنا احنا في مجالاتنا المرتبطة بالماستر او whatever مرتبط بالجامعة او بالمجال الاكاديمي الكلينيكي، هو توجه علمي في الجمعيات الدولية عبارة عن منصة موجودة بيتعامل فيها الباحثين زي الأكاديميين زي الأطباء لتوحيد وتدعيم الممارسة المهنية والأخلاقية اللي ممكن تساعد المهنيين في التعامل بجانب بشكل إيجابي إكلينيكي. مدخل تربوي، ايه هو المدخل التربوي من الفروع اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي ممكن تعطي السعادة والهناء في آن واحد؟ هو التربية الإيجابية أو positive educational psychology، وبيهدف إلى حاجات أشياء متعددة مرتبطة بالمعلم بإعطائه الطرق أو الديداكتيك الأنسب للتدريس والمهارات المتخصصة له بشكل أفضل للتعامل مع الطلاب ومع زملائه لبناء انفعالات إيجابية مرتبطة به وتحسين المرونة النفسية أو القدرة على الصمود واستيعاب الطلاب وتسهيل التعاون، بالهدف الأساسي أنه يحس الطالب بالآتي: الطالب يحس أنه بيستمتع، عنده شغف أنه يعمل هذا العمل الدراسي بحيث يقدر يقضي ما هو مطلوب من المدرسة تحقيقه، وفي نفس الوقت يكون مستمتع بما يقوم به ويشعره بالرضا. الجانب المرتبط بالعمل والمنظمات أيضا هو منصة ومنتدى المناقشة والتعاون، وبيهدف أيضا لتطبيق دراسة و مجالات ومبادئ مرتبطة بعلم النفس التنظيمي والسلوك التنظيمي، وهو أيضا من التخصصات التي بدأت وحقيقة بالرغم منها أول مرة تكلموا عنها في 1997 من خلال الاقتصاديين، مش من خلال أبدا الناس مرتبطة بعلم النفس، ولكن بدأ بشكل حقيقي في مؤتمر في 2013 في الولايات المتحدة على هامش هذا المؤتمر، وبدأ من هذا الوقت هذا التجمع اللي بيضم مجموعة حقيقة من العالم كله عليه. الجانب الرابع الأخير اللي بحاول أذكره لحضراتكم مرتبط بالبوزيتيف هيلث، وهو حقيقة يعني بيدخل في كل مجالات الكليات، يعني كل الكليات التربوية يجب أنها تستفيد من هذا الجانب المرتبط بالصحة والعافية، لأنه بيعتمد على حاجات في الفترة اللي احنا فيها دي كتير مهمة في التعاملات للفرد مع ذاته والفرد مع الآخرين والفرد مع الجماعات حتى. يعني هو مرتبط النهاردة هذا الفرع في كليات جامعها، في الجامعات جامعها، ولكن بشكل أكتر دقة في الجانب التربوي، لأنه فعلا له تأثير كبير جدا وخاصة في فترة العامين اللي احنا عايشينهم الصعاب دول. الجانب الثاني مرتبط بالمستحدثات البحثية، ذكرت لحضراتكم أنه هذكر بعض المستحدثات اللي هم ثلاث مستحدثات أساسية وبعض المقاييس. إيه المستحدث الأول اللي ممكن يكون فوق اللي كنا ذاكرينه من شوية؟ وجدت أن في اندماج، في تداخل، في تفاعل بين ما يسمى علم النفس الإيجابي والنشاط الرياضي أو علم النفس الرياضة في الممارسة البدنية. حوالي 19.8% من بحوث علم النفس الإيجابي اللي بحثت عنها في قواعد البيانات لقيتها بترتبط بشكل أو آخر بالمنظمات، أي الأندية أو الاتحادات أو بالمدربين أو بالإداريين أو بالمشجعين، وبالتالي بالضرورة بالرياضيين، سواء كان الرياضيين دول في المدارس أو الرياضيين دول في الأندية أو الرياضيين دول على مستوى عالي
أو كانوا عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو رياضيين ناشئين. فحجم ضخم جدا، فوارد إنه جدا جدا يحصل برانش آخر يخرج من علم النفس الإيجابي مرتبط بعلم النفس الرياضي. عملت الستريشن خاص بي على الموضوعات اللي ممكن تشتمل في هذا الموضوع: هناء الذاتي النفسي، هناء الذاتي الانفعالي، الحاجة المرتبطة الحقيقة بالسمات الإيجابية زي ما ذكرت لحضراتكم، الـ 24 سمة والست فضائل. إذن في موضوعات كثيرة جدا جدا ممكن تعامل معها في مجال النشاط الرياضي. طب أنا بذكر في النشاط الرياضي ليه؟ لأن النشاط من أكثر الأنشطة الإنسانية اللي ممكن الصغير والكبير يمارسها في المجتمعات كلها، ولكنه مش وحيد. يمكننا نحن نجدها في مجال مدرسي، نجدها في مجال الأندية كنشاط اجتماعي، ممكن نجد في دور العبادة، ممكن نجدها في أماكن التجمعات بين الشباب. ممكن يعني هذا المجال العلمي المرتبط بعلم النفس الإيجابي ممكن يدخل في الرياضة وغير الرياضة أكيد، بس أنا خدت المجال ده لأن وجدت فعلا عليه عدد ضخم جدا من الدراسات اللي تمت في مجالات مختلفة في هذا المجال. الميزة الأخرى في هذا المجال إنه في علم النفس الإيجابي في المجال الرياضي، إنه مش بس بيساعد الفرد على إنه يبقى عنده شعور بالهناء الذاتي والازدهار العالي، لا، ولكنه بيتعامل معه في تحسين وتطوير سمات شخصية خاصة به في طول حياته، مش بس فترة ممارسته للنشاط البدني. وجدت في السنوات الماضية، حوالي 8-9 سنوات ماضية، إن في شبكة للباحثين بتهتم بعلم النفس الإيجابي في النشاط البدني والرياضي، تابعة لعلم النفس الرياضي التطبيقي. حقيقة هو مستحدث بحثي هام، هو دراسة العمليات، ما يسمى دراسة العمليات. يعني دراسة العمليات حطت 3 أنواع قدام حضراتكم: الوسيط، متغير الوسيط، متغير المغير، متغير التفاعلية، وتحليل المسارات. يعني إيه الأربع أنواع دول ببساطة في أشكال؟ لو قلت متغير A بيأثر على B وB بيأثر على C، هو متغير وسيط في العلاقة بين A وC. يعني لو شلت B، الA هيأثر على C بدرجة تختلف بلس أو موا. المغير فبيعمل شيء آخر أيضا، آسف، ده برضو متغير الوسيط. إن الكفاءة المدركة هذه بتأثر، لو حضراتكم تابعين الكفاءة المدركة بتأثر على التوقعات، بتأثر على الأداء. كذلك الكفاءة المدركة بتأثر على الأداء من خلال أسلوب التفسير التخصصي اللي هي فوق لو حضراتكم شايفين. الكفاءة المدركة بتأثر على الأداء أيضا بشكل غير دال في أسلوب التفسير العام اللي هو تحت لو حضراتكم شايفينها. معرفش حضراتكم تابعين معايا ولا لا. تمام. لأن هو الشكل فقط اللي عايز أقول لحضراتكم، إنه الكفاءة المدركة اللي هي أقصى يسار بتأثر في التوقعات اللي في النص، والتوقعات بتأثر في الأداء. بس هل هناك علاقة وسيطة؟ لو شلت التوقعات الكفاءة المدركة تؤثر في الأداء؟ ده السؤال اللي هيأكد إن كان هو متغير وسيط في هذه العلاقة أم لا. متغير آخر اللي هو المغير. إيه المغير؟ المغير إن الآ بيأثر على بي كمتغير، زي ما قلت لحضراتكم الآ بيأثر على بي، زي بالضبط ما أقول الاسترس بيأثر على على الأداء. الآ هو الاسترس وبي هو الأداء. متغير سي هو المغير. إيه المغير؟ يعني بيجي يدرس من خلاله هل هو بيزود أم بينقص في الأداء. إذن هنا
لما قلت هو مغير وحددت المتغير الـ R اللي هو stress والـ B هو الأداء، ففي الغالب الفرضية البحثية بتقول أنه بيأثر بالسالب. هنشوفه في نفس النموذج الماضي بنفس الشكل، الكفاءة المدركة مفترض أنها تأثر على الأداء الرياضي بس عن طريق متغيرين، التوقع الأداء اللي هو فوق والقيمة المهمة اللي هو تحت، ده متغير وسيط. أما الإكسبلاناتوري ستايل ده هنا متغير مغير بيأثر إيجابا أو سلبا في هذه العلاقة. هو نفس النموذج ذكرته لحضراتكم هنا بس طالع من خلال تحليل اسمه تحليل المسار. الفرق الوحيد هنا في هذا النموذج هو ان حاطط جزء زيادة اسمه المتغير التفاعلي. المتغير التفاعلي هو علاقة متغيرين مع بعض. فانا حاطط اسلوب التفسير، لو حضراتكم شايفين على اقصى اليسار اسلوب التفسير كمتغير A مدركة متغير B، عايز اشوف تأثير المتغيران اللي هو تحته على طول H في B في ستايل، هل الأول يؤثر بشكل والتاني يؤثر بشكل، وإذا ما عملت interaction between الاثنين دول يؤثر بشكل ثالث. هنا أيضا هو من المستحدثات اللي تحدث في الدراسات العلمية الحديثة الدولية في هذا المجال في كل مجالات علم النفس الإيجابي. طبعا ده شكل كتير معقد مش هيتشرح ولا أكيد، لكن الفكرة الأساسية فيه ببساطة شديدة جدا إنه عنده 6 مستويات. أقصى اليسار مكتوب سوسيو إيكونوميك ستاتيو، أقصى اليسار حضراتكم شايفين سوسيو إيكونوميك ستاتيو، وأقصى اليمين في 8 متغيرات. المتغير اللي على اليسار ده بيأثر في كل المتغيرات الثمانية دول من خلال كذا مستوى، هنا هم وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين 6. ده بيسموه تحليل المسارات أو نمذجة المعادلات البنائية. طبعا ده very complicated analysis يعني، بس ده من الحاجات اللي بتستخدم في دراسات الظواهر المعقدة. المستحدث الثالث هو دراسة تأثير التدخلات، وده بيهم كتير اللي بنعمل في المجال الكلينيكي بس في المجال أيضا الإيجابي، فيما يسمى التفاؤل، فيما يسمى تعلم الهناء الذاتي، فيما يسمى تعلم اللطف والذوق، فيما يسمى تعلم الشجاعة أو تعلم التسامح أو تعلم الامتنان أو تعلم الصمود والصلابة أو تعلم بعض السمات الإيجابية اللي ذكرت لحضراتكم عليها. كل ما ذكرت لحضراتكم هنا في برامج بتتعامل معها لتحسين هذا المتغير من خلال برامج تدخلات، وبالتالي بنقيسها مناهج تجريبية أو شبه تجريبية قبل وبعد للتعرف على تأثيرها. البرنامج الأول برامج طبعا مش هتكلم فيه أفضل لأنه كتير شغله يعني، هو حقيقة هذا البرنامج اسمه PIN Resiliency Program، هو برنامج قديم الحقيقة بقاله حوالي 15 عام، اتعمل في بنسلفانيا وبيعتمد على بيتعامل مع من هم عندهم أعراض اكتئابية وقلق، مش اكتئاب هو أعراض اكتئابية، وبيسعى من خلاله تعديل أسلوب التفسير التشاؤمي إلى أسلوب تفسير تفاؤلي بحيث إن هو يصبح أكثر تفاؤليا لإدراكه للمواقف السابقة لها. بيتم استخدامه بكثرة في المدارس في هذا الوقت الأمريكي.
بعد كده استخدموا برنامج آخر، عدلوا برنامج آخر استخدموا مشابه لده بس على القوة والسمات النفسية الإيجابية اللي ذكرت لحضراتكم عليها، سمات نفسية ونفسية اجتماعية خلينا نقولها، خارج الولاد خارج بنسلفانيا، واشتغلوا عليه وسموه Strand Haven Positive Psychology Curriculum. برنامج من دول اللي عايز اتعمق فيه عنده في مراجع موجودة عليه، وحتى على الانترنت في حاجات مرتبطة. المقاييس جزء بيهمني لقياس بعض الظواهر، يعني الحقيقة اغلب المقاييس اللي جايبها لحضراتكم هنا تم بعض المقاييس، خلينا نقول بعض المقاييس يعني تم ترجمتها وتقنينها ومؤامتها على البيئة العربية، وهي قابلة للاستخدام حاليا في بيئتنا العربية. زي مقياس الشغف ذكرت لحضراتكم مثال عليه دلوقتي، وبينقسم لعاملين شغف وسواسي وشغف تناغمي. مقياس الحيوية الذاتية، وده بتكون من 7 عبارات فقط بيقيس الحيوية الذاتية اللي اشتغل عليه كتير ريان وفاليرون. فاليرون قال لي انه بنسميه انرجي سكيل، هو المقياس يعني في مقابلة معه في الولايات المتحدة قال لي احنا بنسميه ما بنسميهوش دلوقتي سبجكتيف فيتاليتي سكيل، بنسميه انرجي سكيل. هو بيدل على كمية الطاقة الممكنة انك تعطيها في اي مجال كان. هو مقياس مكون من 7 عبارات وفي منه 6 عبارات. الفلورشنج سكيل هو ايضا مقياس بيقيس الرفاهيه الذاتيه او الازدهار، ولكن من خلال مكون نظري واحد، يعني ما بقدرش اقول ان هو مكون له ابعاد متعدده. زي ما بقول الرفاهيه الذاتيه لريف، هو مكون نظري يتكون من 6 ابعاد، 6 بليه بيكون الرفاهيه الذاتيه. اما الازدهار هذا بيكون فقط من بعد 1 عبارات، وهو أيضا مقنن في البيئة العربية. متصل الصحة العقلية والصورة المختصرة هو أيضا من مقاييس المستخدمة في البيئة العربية، مكون من 14 بند. ال14 بند بيقيسوا 3 أبعاد أساسية، هو الهناء الذاتي الانفعالي والاجتماعي والنفسي. هنا القائمة دي الحقيقة قائمة كتير كبيرة، يعني احنا ذكرت لحضراتكم من شوية ان في 3 بليه، 3 اركان، 3 محاور. هذه القائمة بتقيس محور التاني كاملا، بتقيس 24 سمة شخصية ايجابية للشخصية الانسانية، بتقيس من خلالهم 6 فضائل اساسية، يعني المستوى التاني من التحليلات هو بيطلع 6 فضائل انسانية. والحقيقة المقياس ده فيه منه مقياس أصغر، بدل ما هو 240 بند في منه 107 بند اشتغلت عليه مع عدد ضخم من الحقيقة من باحثين العرب من سنة 2016 و17، دخلنا بيه بمؤتمرات دولية وحطناه الحقيقة في مجلة والحمد لله فرنسية، وبقى لها سنة ونص تقريبا لغاية دلوقتي لسه ما ادوناش رد، وربنا يسهل ويدون رد إيجابي. المقياس الثاني اسمه استبيان اسلوب التفسير للاطفال، هذكر لحضراتكم منه بعض الحاجات دلوقتي. بيقيس اسلوب التفسير التفاؤلي والتشاؤمي الاطفال ممارسين انشطه في المدارس وفي الانشطه الرياضيه. في مقاييس ثانيه كتيره الحقيقه، في مقياس القدره على الصمود او المرونه، في مقياس السعادة الذاتية، مقياس التسامح، في مقياس للعزيمة، التعاطف الانفعالي المتوازي، الخبرة الإيجابية والسلبية، الرضا المزاجي، روح الدعابة، معنى الحياة، اليقظة والانتباه. في مقاييس حقيقة كتيرة جدا في مجال علم النفس الإيجابي اللي يجب إن احنا نتعرف على مفهوم بعضها بحيث نرى ما هو يناسبنا في مجالنا التخصصي من تخصص إلى تخصص. الخلاصة المرتبطة بهالجزء الثاني المرتبط بالمستحدثات والمقاييس، إنه في ضرورة إخواننا الأعزاء في النشر الدولي حالياً اللي بيسعى ليه العالم كله منها الدول العربية،
إن إحنا ندرس المتغيرات البسيطة والمغيرة والمتفاعلة في علاقات المتغيرات بعضها ببعض. يعني في البحوث العلمية اللي ناخدها بداية من درجة الدكتوراه بشكل أساسي لازم نشوف إيه المتغيرات البسيطة أو المغيرة أو المتفاعلة أو كلاهما في دراستنا، بحيث نقدر نفهم بشكل أكثر وضوحاً الظواهر النفسية اللي بندرسها. استخدام المعادلات البنائية زي ما ذكرت لحضراتكم، النموذج اللي كان موجود، التدخلات اللي هي البرامج اللي ذكرت لحضراتكم عليها، ترجمة منهجية ترجمة وتقنين وموائمة المقاييس في مجالات مختلفة زي ما ذكرت لحضراتكم. أعتقد إن تذكرت حاجة بسيطة فحبيت أذكرها، إن المجلات العلمية حالياً الدولية بيتم تقسيمها إلى 4 categories A و B و C و D، أو بيسموها Q1, 2, 3 and 4. التصنيفات دي بنعمل للجامعة وجامعات المملكة وجامعات الدول تصنيف على ريكورد للنشر الدولي. فكل ما ذكرته لحضراتكم هو نوع من أنواع الدعم لرفع منتجاتنا في النشر الدولي لنصل إلى Q4 و3 و2 و1. الجانب الأخير أنماط أسلوب التفسيري اللي أذكره لحضراتكم. إيه أسلوب التفسير؟ إيه أسلوب التفسير؟ نظرية أسلوب التفسير دي معناها ببساطة هو إيه؟ هي نظرية بدأت في الستينات، بيشتغل في الدكتوراه في الكلينيكال سايكولوجي، واشتغل على ما يسمى تعلم الخضوع، نسميها باللغة الفرنسية la résignation apprise. هو سماها learned helplessness theory، ومن خلال learned helplessness theory هو استخدمها على الحيوانات، على عدد كبير من الحيوانات، وبعد كده حاول يطبقها على الإنسان، ما كانش يقدر يستخدمها على الإنسان، فخرج منها نموذج اسمه نموذج أسلوب التفسير. نموذج أسلوب التفسير هو طريقة غير مباشرة لدراسة التفاؤل. التفاؤل فيها نظريات مختلفة، لكن هو درسها بشكل غير مباشر بحيث أنه يحدد من خلال تفسير الأحداث السلبية وتفسير الأحداث الإيجابية للفرد إذا كان له توجه أن يكون أكثر أكثر تفاؤلي ولا يكون أكثر. عملت شكل مبسط فيها الأحداث الإيجابية والأحداث السلبية، حط 3 أبعاد أساسية. التحكمية، هل الحدث هو internal داخلي أم خارجي؟ يعني على سبيل المثال أنه أنا أديت في الاختبار بشكل جيد جدا، هل هعزو هذا الاختبار، هذا النجاح، أنه بسببي أنا، بسبب مذاكرتي، ولا بسبب أن الاختبار نفسه كان سهل؟ إذا كان بسبب مذاكرتي، إذا شيء مرتبط بذاتي، مرتبط بكنترولابيليتي، مرتبط تحكمتي. أما إذا كان الاختبار نفسه سهل فهو ما كانش مرتبط بي، كان بالأساس هو أن الاختبار خارجي، يعني عزو خارجي، هو كان معتقد ان الاختبار سهل. وبالناحية التانية، اذا فشل في الاختبار، هل فشل الاختبار كان مرتبط بعدم مذاكرته للاختبار؟ الاختبار ده ما كانش مذاكر فيه بشكل يعني بشكل مزيان، ولا هو الحقيقة هو الاختبار ده ما كانش جيد فيه لان الاختبار كان صعب خارجي؟ ده مرتبط بالتحكمي. الاستابيليتي انه بيقول ان الحدث او تفسير الحدث ده هو بشكل ثابت عنده ولا مش بشكل ثابت. يعني انا دايما بعزه نجاحي او فشلي الى شيء خارجي ولا شيء داخلي. البعد الثالث المرتبط بالجنرابيليتي او العمومية، هو هل هو حاجة خاصة في الموقف ده فقط ولا حاجة عامة بشكل عام. دائما تسأل أحد الأبناء، تسأل أحد يقول لك أصلا ما عنديش حظ، أنا دائما حظي وحش.
انا مش عندي الموضوع مش مرتبط بموقف، هو انا كده حظي كده. هنا بقى شكل ثابت. فثلاث ابعاد دول الحقيقه هم اللي من خلالهم بيعملوا مانيبيوليشن مع التفسير الاحداث الايجابيه والاحداث السلبيه، وبيطلع ان كان الشخص تفاؤلي ولا اسلوب تشاؤمي. دي الصوره انا جبتها من الكتاب بنفس الموقف اللي ذكرته لحضراتكم، ان هو الانترنال ولا اكسترنال، ان هو جلوبال ولا مش جلوبال، انه ستيبل ولا لا، لاحداث لحدث سلبي عشان نحدد من خلاله كان هو عنده توجه تفاؤلي اكتر ولا تشاؤمي اكتر. لحضراتكم لو حضراتكم متابعين كويس هتلاقوا انه مش من الطبيعي ان كل الناس تعمل زي النظرية ما قالت، مش من الطبيعي ان كل الناس تبقى اوبتيميستيك او بيسيميستيك في الكنترولابيليتي وفي نفس الوقت في الجلوباليتي وفي نفس الوقت مع الاستابيليتي. وده كان فكرة من أفكار اللي درسناها في بدايات سنة 2000 مع زملاء في فرنسا، وبدأنا ندور في كان في إمكانية نلاقي ناس مختلط عليهم تفسير الأحداث دي، يعني في ناس ما تبقاش تفاؤليين أو تشاؤمين، يعني في ناس تبقى محايدين for example. وده اللي هنلاقيه زي ما هنشوف لحضراتكم. تفسير لما قلت لحضراتكم تطلعوا له. طيب ازاي نقدر نقيس هذا الاسلوب التفسيري؟ في نوعين الحقيقه لقياسه، نوع مرتبط بيسموه كاف كونتنت اناليز اوف فيرب اكسبلينيشن تكنيك، هو بيتكلم ببساطه شديده جدا عما هو نقوله او نكتبه، بيحلل المحتوى ومن خلال تحليله للمحتوى بيحاول يطلع إن كان عنده تفسير أكتر تفاؤلين أو تشاؤمين. وده اللي تم على سبيل المثال على حسب سليجمان مكاتب في مراجعه الأولية في يعني في نهاية القرن الماضي، إنه كانوا بيعملوا تحليلات كده مثلاً للديسكور بتاع رؤساء الولايات المتحدة، للديسكور بتاع عدد من اللاعبين الأولمبيين بعد فوزهم أو هزيمتهم أو قبل لعبهم، فبيعرفوا إن كان عندهم أسلوب تفسير أكثر تشاؤمي أم تفاؤلي، ويعملوا علاقات بينها وبين أداءاتهم. وكذلك الديسكور بتاع الرؤساء الجمهوريات الأمريكية، وإذا كان هينجح فعلا في هذه الكومبانيا ولا لا. الأسلوب الثاني هو مرتبط بالمقاييس الكيستيونير، فعملوا عدد من الكيستيونيرات Ask Attributional Style Questionnaire، وعمل كذا حاجة مرتبطة بكذا موقف. يعني على سبيل المثال هو عامل بشكل عام في الأسك مثلا لكبار السن، عامل في الساس في مجال تخصصي مرتبط ببيئة العمل، عامل بالإف مرتبط ببيئة مرتبطة بالهيلس، عامل بجي في مجال آخر، عامل بالكاسك اللي هو مرتبط بالChildren Attributional Style Questionnaire والChildren Attributional Style Questionnaire Revised. ده الاثنين أداة اللي استخدمتهم في فترة في الولايات في 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 فرنسا. لا باقي الكوزينه ما كملاش. يسمحوا سي محمد سد الاصوات مرتفعه، يسمحوا الاصوات مرتفعه، راكم حاولوا تسدوا لي مايك سيل فو بلاي اخوان سيل فو بلاي. المنظم يسد المايك ديال في حاجة؟ لا نستسمح. لا ما فيش دكتور. أنا بس لو في حد زعلان مني يقول لي. دكتور. لا شكرا دكتور ما فيش. طيب تمام بتقولي ما فيش، ما شاء الله يا دكتور بتكلم مصري خالص كده. طيب أكمل الجزئية المرتبطة بالمقاييس. الحقيقة المقاييس بنقيسها بشكل عادي، لا وفي مقاييس بتقيس بشكل إذا كان بيقيس فقط جوانب مرتبطة بالنيجاتيف بالأحداث السيئة فإدى رقم من 0-7 على سبيل المثال، وفي مقاييس أخرى بتقيس الحاجات السيئة والحاجات الإيجابية وادوها درجة من -7 إلى +7.
عندنا بعض الأسئلة الحقيقة عشان نفهم الموضوع ده بشكل بقى أكتر تخصصية مرتبط بالعلوم النفسية. هل الأسلوب التفسير ده هو أسلوب تفسير عام ولا خاص؟ يعني هل ممكن أقول بشكل عام أسلوب التفسير الإيجابي أو السلبي هو أسلوبين، أسلوب تفسير عام في الحياة كلها، أم ممكن أخصصه في مجال متخصص، في مجال الرياضة، في مجال التربوي، في مجال العلوم العمل، في مجال الريسورس هيومن، في مجال يعني. ده أول سؤال، ده أحد الأسئلة. سؤال تاني، هل هو ممكن دراسته كمتغير وسيط أو متغير مغاير أو متغير تفاعلي، ولا بس بندرسه زي دراساتنا أغلب دراساتنا العربية هو علاقة ارتباطية بين متغيرين؟ على كل حال، آخر حاجة كانت بتهمني في الموضوع ده، هل هو فعلا في أكتر من نمط غير التفاؤلي والتشاؤمي في محايد على سبيل المثال ولا لا؟ وهل ممكن لو طلع في ناس اسمهم عندهم أسلوب تفسيري تشاؤمي ممكن نعمل لهم تعديل لهذا الأسلوب التفسيري التشاؤمي إن يكون أسلوب أكثر تفاؤليا؟ طيب، هنرجع تاني لما تم دراسته حالا في نموذج تطبيق ديركت. دي علاقة إيه؟ علاقة ارتباطية، علاقة مباشرة. A بيأثر على B. Tout simplement. اللي هو الجزء اللي على اليسار، اللي هو الـ study of correlation. الجزء الثاني اللي على اليمين هو اللي كنت بذكر لحضراتكم عليه، هو المودريتنج والمدياتنج إفكت. هو دراسة العلاقة الوسيطة والعلاقة المغيرة لهذه المتغيرة. طيب، هنا ببساطة أسلوب التفسير بيأثر على التوقعات السلبية، التوقعات السلبية بتأثر على الأعراض الاكتئابية، وأسلوب التفسير منه متشائم ومتفائل. فين هنا المتغير الوسيط؟ المتغير الوسيط هو المتغير اللي بين متغيرين. فين المتغير اللي بين متغيرين؟ هو متغير التوقعات السلبية، هو المتغير الوسيط اللي موجود في هذه العلاقة. البي. نعم، بالضبط كده. أما النموذج الثاني زي ما ذكرت لحضراتكم، مش هيبقى متغير الوسيط، هيبقى المتغير المغاير. بأسرع الأعراض الاكتئابية، بس التوقعات السلبية مش متغير وسيط، بنقيسه في هذه الحالة كمتغير مغير. إيه بيغير؟ بيغير إيجابية أو سلبية هذا الموضوع. أدي نموذج من النماذج اللي استخدمنا فيها نفس الشكل، إنه إدراك القدرة للتلميذ بتأدي لدرجة معينة، بس من خلال في عاملين، في متغيرين وسيطين، مش متغير واحد. توقعات النجاح واحد، والقيمة الأداء اثنين. واضحة لحضراتكم؟ واضحة الاثنين اللي في النص هم المتغيرات الوسيطة، مظبوط؟ توقعات النجاح وقيمة الأداء. بالضبط كده. شوف المتغيرين اللي جايين دول، المتغير اللي جاي ده أقصد الستيكس بكاتيف جه عشان يبقى متغير مش وسيط، متغير ايه؟ مغاير، يأثر في هذه العلاقة بالإيجاب أو بالسلب. إذن هذا النموذج درسناه من حوالي 15 عام، لقينا أنه الأسلوب التفسير الإكسبلاتوري ستايل بيأثر كمتغير مغاير على علاقة هذه اللي هي فيها علاقة متغيرات وسيطة. طب يمكن قياسه زي ما ذكرت لحضراتكم من شويه، Children Attributional Style Questionnaire، ده مقياس امريكي، وده ايضا مختصر بتاعه الريفايزد فيرجن دي مقياس امريكي، انه هو اختصر ال 48 عباره اللي بيقيسوا الثلاث ابعاد، ايضا
24 عبارة بيقيسوا 3 أبعاد. لقينا من خلال الدراسة إن فعلاً في ناس لهم أوبتيمستيك ولا بيسيمستيك، لهم متفائلين ولا متشائمين في كل الأوقات. وبالتالي اختصرنا الفكرة إن في عدد ما من الناس ممكن يكون عندهم أسلوب تفسيري غير واضح، أوبتيمستيك أو بيسيمستيك. دي دراسة من دراسات قلنا من خلالها ببساطة إن في عدد، وعدد كبير كمان ممكن يسمح إن في عدد يقول والله لا هو أوبتيمستيك ولا بيسيمستيك. أصله زملائي هنا مقياس في أصله اللي كان تم دراسته في الأول، 24 عبارة البوزيتيف إيفنتس وال 24 عبارة نيجاتيف إيفنتس. عملنا له ترجمة وتقنين وموأمة في البيئة الفرنسية، وطلعنا من خلال المقياس ده الآتي ببساطة، إنه مش بس في ناس عندها أسلوب تفسيري تفاؤلي اللي هي على اليمين تحت أو تشاؤمي على اليسار فوق، لا ده في ناس، عدد ضخم من الناس كانوا محايدين، ووجدنا العدد المحايدين دول حتى مختلفين في تفسيراتهم للأحداث. فقلنا ممكن يكون عندهم نوعين كمان من أنواع المحايدة، بس عايزين نشوفهم من خلال البرنامج أكتر دقة. هل الناس دول فعلا ما لهمش نفس طريقة تفسير البوزيتيف الأوبتيميستيك أو البيسيميستيك؟ لقينا فعلا ان في ناس بياخدوا درجات منخفضه في الاحداث الايجابيه ومرتفعه في الاحداث السلبيه، واخرين بياخدوا درجات مرتفعه في الاحداث الايجابيه ودرجات منخفضه في الاحداث السلبيه. وده كان الحقيقه جديد على نشرنا بيه ايضا في النشر الدولي. طبعا غير طبعا الناس اللي عندهم اللي عندهم اسلوب تفاؤلي واسلوب تشاؤمي، ده يعني معروف. شكل من اشكال التحليلات اللي عملناها، وطلعت زي ما حضراتكم شايفين الشكل كده، شكله جميل في الوان كتيره، بس هو الفكره بتاعته الاساسيه ان هو قسم الناس من خلال استجاباتهم على الاحداث الايجابيه والاحداث السلبيه الى 4 كاتيجوريز. كاتيجوريز 1 الاخضر زي ما حضراتكم شايفين، كلاس 1 سور 4 توتون بالا، كلاس 2 سور 4 حوالي 203، و3 كلاس 3 108، كلاس 4 138. عايز يقول لي ببساطه ان من خلال الريبونس اللي استجابوا عليها كل هذه الافراد قدرنا نطلع 4 كاتيجوريز. الأربعة كاتيجوريز دول فعلا في منهم اوبتيمستيك وبيسيمستيك، بس في عدد ضخم تاني بين الاثنين المحايدين، منهم من هو مختلف بشكل عن التاني. هنا حددنا كمان حتى فكرة الجنس فيهم، الولاد كان تفسيراتهم أكثر إيه مقارنة بالبنات. دي البنود نفسها الإيجابية توزعت بشكل أكثر على إنها بعد رأسي، يعني شكل رأسي. بصوا حضراتكم هي نفس الشكل، بس إحنا شلنا كل العبارات اللي ممكن تكون عاملة يعني مش واضحة قوي، نفس الشكل رأسي. أما العبارات السلبية زي ما حضراتكم شايفين، وطلعنا مقياس مختصر تم نشره في المجلة الكندية للعلوم السلوكية أيضا في هذا الموضوع. باختصار، الكلاسيفيكيشن اللي كان معمول في المجتمع الأمريكي، وجدنا إن إحنا موائنا في المجتمع الفرنسي غير صادق بشكل كامل، هو صادق بشكل نسبي. من الأطفال هم محايدين ويمكن تقسيمهم إلى قسمين. صار زملائي الأعزاء، علم النفس الإيجابي هو بيتفرع في مجالات وتدخلات وتخصصات عديدة. علم النفس الإيجابي لا يقتصر على تخصص بعينه، حتى لو كان لليوم ظهر له فروع منبثقة منه 4 أساسيين في المجتمع العالمي والناس بتمارسه،
من خلال علم النفس الإيجابي، ففي أكيد مجموعات أخرى من الفروع ستنبثق. علم النفس الإيجابي لا يقتصر على مجال أو مكان أو عمر زمني للشخص، بل لحياته بشكل تام. تعلم التفاؤل، ذكرت لحضراتكم كلمة واحدة مش عايز أضيف عليها كتير، إنه يوجد برامج زي برنامج بسيط جدا اسمه، حضراتكم ممكن تهتموا بيه، اسمه ABCDE. ده برنامج من برامج تدخلات المعرفية السلوكية اللي بيستخدمها سليجمان وزملائه ريفش وآخرين لتعديل أسلوب التفسير التشاؤمي إلى أسلوب تفسير تفاؤلي للأطفال والمراهقين وكبار والبالغين أيضا. شكرا لحضراتكم لاستماعكم، واتمنى يكون ما كنتش تقيل قوي البرزنتيشن، واشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور مرعي يونس سلامة، فقد تشرف والقى عرضه الذي امتلأ شغفا بمعرفة جديدة وهي علم النفس الإيجابي. استمتعنا فعلا بهذا الحديث، وهو فعلا دعوة جريئة لاقتحام هذا الاتجاه الجديد. أعتقد بأن الوقت حان لنا في المغرب لكي نهتم بهذا الاتجاه، لأنه اتجاه يحتمل جميع أو يستطيع أن يضم جميع الاتجاهات النفسية في علم النفس، وبالتالي فهو قابل لأن يحيط الظاهرة النفسية في امتلائها وفي كذلك تعقدها، قابل كذلك لأن يمدنا بزاد كبير لكي نؤسس قدرات أو نؤسس معرفة إكلينيكية ديناميكية متحدة مع ما هو إيجابي. معنى الاستشراف، استشراف الغد من دون شك هو استشراف للممتع، للجميل، وكذلك دعوة للسعادة. هذا ما يحمله علم النفس الإيجابي. لذلك أعتقد بأنه إن كان لهذا اللقاء ميزة فهو دعوة لطلبتنا، وأشكرهم لأن اللقاء كله من صناعة هؤلاء الطلبة، طلبة علم النفس المرضي الإكلينيكي الديناميكي. استطاعوا فعلا أن يخلقوا التميز، استطاعوا فعلا أن يوفروا فضاء للتعلم، فضاء افتراضي أعتقد بأنه فضاؤنا الواسع ويشمل العالم كله. شكرا جزيلا للدكتور، وأترك الميكرو للمنظمين لكي يختتموا هذا الحفل الذي أعتبره فعلا حفل ممتع، حفل للسيكولوجيا، وسنحتفي في مرات قادمة بشكل آخر بالدكتور. إلى اللقاء. مرحبا من جديد دكتور بلبال. شكرا 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 لجميع الإخوة. شكرا لك دكتورة خديجة الوادي على حضورك يعني الفاعل والوازن والتنسيق من أجل هذا يعني هذا النشاط. أشكر دكتور مرعي الذي جاءنا بمادة دسمة وبمعطيات أعتقد أن الصوت يتكرر. عفوا. شكرا للإخوة الطلبة، شكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا النشاط السيكولوجي بامتياز. شكرا شكرا ل
اختتم يا استاذه. اذا شكرا للدكتور مرعي. ممكن سؤال؟ شكرا للدكتور بالضبط. ممكن سؤال؟ هل الدكتور مرعي يستطيع ان يتقبل؟ هل الدكتور مرعي يستطيع ان يتقبل؟ لا انا عايز سؤالين، مش عايز سؤال واحد. عايز سؤال واحد. اذا سمحتم الميكروهات، يجب ان تغلق الميكروهات لكي يتم تلقي الاسئله فقط. من يطرح السؤال هو من سيتحدث. الصوت دلوقتي اختلف، اعتقد الصوت دلوقتي اختلف. الصوت هدئ فعلا دلوقتي افضل. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. شكرا دكتور مرعي على هذه المحاضره القيمه والغانيه فعلا، شكرا جزيلا. لدي سؤال. مرحبا. فعلا يبدو ان علم النفس الايجابي مجال خصب وغني كذلك، وباعتباره ينتمي كذلك الى مجال علم النفس عموما، فلا شك انه يشكو من 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 علميته كما هو واقع بالنسبه لعلم النفس عموما وفي الكثير من مقطوعاته. أين إذن تكمن علميات علم النفس الإيجابي، خصوصا إذا علمنا أن محاوره الذاتية والغيرية مرتبطة بذات الإنسان، مثل الشغف، الإزدهار، التفاؤل، الهناء الذاتي، وكذلك في تطوير مجموعة من القدرات كتطوير جانب التسامح. وكذلك يبدو أن الأسئلة التي طرحت في آخر في نهاية الدرس هو جزء من الإجابة على هذا السؤال. خصوصا في إثبات المتغيرات الوسيط والتفاعلي. هل واضح أستاذ؟ واضح جزئيا على ما يبدو. حضرتك بتسأل على علمية علم النفس الإيجابي كما هو علمية علم النفس بشكل عام، هل ده تماما؟ تمام. أرد حضرتك ولا تكمل؟ لو في شيء أهلا بيك. شكرا أستاذ، ممكن ترد. طيب شكرا. شوف يا سيدي، دلوقتي ببساطة جديدة، علم النفس زي أي علم، عشان نقول عليه علم لابد أن يكون له نماذج نظرية، أن يكون له مقاييس يمكن قياسها، أن يكون له معايير يمكن من خلالها تقييم هذا القياس. القياس من لوحده ليس له قيمة، ومن بعد كده بيبنى له بنية معرفية تكبر وبتتطور من خلال العمل في هذا المجال. إذا كنا نحسب العلوم الإنسانية ومنها علم النفس ومنها علم النفس الإيجابي، نجد أن له مباحث، أن له نماذج نظرية، أن له مقاييس ويمكن قياسه بل وتقويم هذا القياس. هأعطي لحضرتك مثال بسيط، ما كنتش عايز أعمل له دلوقتي، قلت أعمله بعدين في حلقة أخرى. يعني علم النفس الإيجابي النهاردة كعلم له مراجع علمية بمختلف اللغات في مختلف القارات والثقافات، ومنها الثقافة العربية، وله نماذج. فلو خدت مثال واحد فقط زي ما حضرتك ذكرت الرفاهية الذاتية، عندنا حوالي 8 نماذج و8 مقاييس على الأقل لقياس هذه النماذج. الأكثر من ده إنه موجود هذه النماذج تطبيقها في مجالات أخرى متعددة، زي مجالات العمل، زي مجالات الرياضة، زي مجالات التربية الإيجابية في المجال التربوي. وبالتالي ما بقاش فقط علم النفس الإيجابي كعلم فقط له أسسه وله قواعد وله مباحثه وله نظرياته، لا، ليه فروع، وده اللي ذكرته لحضراتكم من شوية. عشان كده قلت من أول المستحدثات هو المستحدث الأول
اللي هو الرياضي، لأنه أنا مهتم فيه أكتر شوية. هذا المستحدث اليوم أنا مهتم فيه وعملت فيه جزء كبير جداً في عمل إن شاء الله يظهر قريباً، لو فيه دار نشر جيدة أبعته لها بإذن الله. العمل ده أنا شفت حوالي 12 كتاب في هذا المجال التخصصي، وفوق 600 بحث علمي دولي في هذا المجال التخصصي. ما بال حضرتك إذا كنا نقول علم النفس الإيجابي نفسه. يعني اللي عايز أقوله، العلم له قواعد أساسية، هذه القواعد تتوفر في علم النفس الإيجابي. هذا العلم له قواعد أساسية تم تأكيدها من سنوات السنوات، لأن ليها كل ما يسمح لها أنها تكون علم. المشكل الحقيقي أستاذ بوشام إنه إحنا عندنا بشكل عام في من ثقافة لثقافة، أنا بتكلم بشكل cross cultural يعني perspective، من ثقافة لثقافة مفهوم واقتناع بالعلم. يعني أدي حضرتك مثال، بشتغل في علم النفس بشكل عام، هل علم النفس الكلينيكي كاقتناع وكبراكتس بيتم في فرنسا زي أحد الأقطار العربية كاقتناع للممارسين له واقتناع للمرضى اللي بيشتغلوا فيه؟ بعتقد ممكن يكون في فرق. طب هل في فرنسا هو نفس الاقتناع كما هو الحال في الولايات المتحدة؟ بعتقد ممكن يكون في فرق. فالفكرة العلم دكتور هي مرتبطة أيضا بالجانب الثقافي الاجتماعي. وبرغم بصدق عملنا واقتناعنا إحنا كممارسين وكمهنيين، بالإضافة بالتأكيد للمجتمعات اللي بنعيش فيها، هيصبح العلم له بنية معرفية تبنى وتقوى. وأوفيرا ميوزيو هنلاقي فعلا إن إحنا أصبحنا لنا باع أقوى مما إحنا عليه من وقت سابق. بتمنى يكون ذكرت الجزئيتين دول، يكون واضح الفكرة اللي عايز أوصلها لحضرتك. واضح، شكرا أستاذ، لكن دائما نتائجه تظل نسبية أليس كذلك؟ أعتقد أريد الكلمة. أستأذن الدكتور بيتكلم على جزئية نسبية، اديني جزء. لا جميل، جزئية نسبية يا دكتور، كلمة نسبية تقصدها منسوبة إلى المجتمع ولا للعينة ولا للثقافة ولا إيه؟ نسبية في 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 تحصيل نتائج، نسبية النتائج ونسبية الدراسة بكاملها. إذا سمحت أستطيع أن أجيب نوعا ما أستاذي دكتور مرعي. طب تسمحي لي دكتورة، أصل هو الدكتور أنا حددت له ثلاث نقاط عشان أحدد له من خلالها فكرته، لأنه هو في مشكل حقيقة عندنا إحنا. يعني أنا كنت في مدعو في جلسة قريبا، كنت قاعد في مكان مع ناس ما قدرش أتدخل، واحد تكلم في جزئية مهمة جدا، قال يا إخوانا كثير من المقاييس لا تعطي نتائج صادقة وثابتة. وهذا الموضوع لوحده، أنا يعني لو كنت قاعد مع ناس وهنا في فرنسا كنت دخلت وقلت له ده دي لوحدها عايزة حلقة، عايزة مؤتمر. إحنا عندنا مشاكل كثيرة جدا باقتناعنا إحنا بالعمل، والناحية الأخرى باقتناع اللي بيستجيب على المقياس بالعمل. فلو جيت أخي الكريم شفت أنت الفرنسي وهو بيقرأ الكيستيونير عشان يجاوب عليه،
وشفت عندنا بيجاوبوا بأي شكل هتلاقي في فرق شاسع. وبالتالي احنا مش مقتنعين بان احنا نعطي نتيجة، ولذلك النتيجة مش نسبية، النتيجة مرتبطة بينا احنا، لان احنا مش مقتنعين بما نقوم به. لو احنا مقتنعين به أداة القياس هيكون لها صدق اعلى وثبات اعلى. لو احنا مقتنعين به هناخد العمل على انه عمل جدي بيخدم العلم وبيخدم البحث العلمي. لو احنا مقتنعين به هنبني بنية معرفية حقيقية تفيد مملكتنا وتفيد جمهوريتنا وتفيد أكتر. وهنا أقدر أقول لك إن هو نسبي، إحنا نسبيته لينا إحنا مش نسبية النتائج. وإن شاء الله في حلقة مرة أخرى نفتح موضوع خاص اسمه الكروس كالتشر فاليديشن على هذا الموضوع، وأنا يعني أكون سعيد جداً فيه، والماستر كمان هيكون موجود فيه إن شاء الله. تفضلي دكتورة خديجة. شكراً لحضرتك. مرة أخرى السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن بالنسبة لموضوع نسبية المعرفة الإنسانية هو موضوع قديم جداً، وبالطبع كل طلبة علم النفس ناقشوا هذه المسألة، وأعتقد أنه من داخل علم النفس حينما ننتمي إلى علم اسمه علم النفس، في بعض الأحيان لابد أن نرجئ أمر نقاش علمية أو غير علمية علم النفس إلى آخرين خارج علم النفس، على اعتبار أننا نشتغل ضمن علم النفس، أننا من عليهم تطوير هذه المعرفة. إذن التحدي هو هنا، إذا الثقة في علم النفس نستمدها من ذواتنا أيضا، ونستمدها من العمل الذي نقوم به من أجل تطوير هذه المعرفة التي هي من دون شك من أجل خدمة الإنسان. الإنسان في المغرب يحتاج إلى علم النفس، هذا ما نعرفه. الإنسان في المغرب يحتاج إلى أن يكون إيجابيا، هذا ما أعرفه الآن. الإنسان في أي مكان يحتاج لمعرفة تشتغل حول ذاته وتقدم له بديل عن ما يسمى بالأسطورة لتفسير بعض الاندفاعات، لتفسير بعض الأشياء التي ربما قد تشغله وقد تدمر حياته بالمطلق. إذن أعتقد بأن المرحلة هي مرحلة الاشتغال، والاشتغال هو وحده من يستطيع أن يخلق لنا التميز، وحده يستطيع أن يخلق لنا القدرة على إثبات بأن هذه المعرفة هي فعلا معرفة إنسانية بمعايير إنسانية. وشكرا لحضوركم، وشكرا على السؤال. لو في سؤال ممكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. عندما نتحدث لا يمكن أن نتحدث عن التحدي وبإيجابية، عن الشغف وبقبول كبير وبإصرار على التميز، نتحدث عن الدكتورة خديجة الوادي، دكتورتنا الفاضلة، بابتسامتها، بجديتها، بتفوقها، بتميزها، فهي أيقونة شعبة. شكراً جزيلاً. شكراً دكتور مرعي سلامة على محاضرتكم القيمة التي فعلاً استفزت تفكيرنا بامتياز بإيجابية بطبيعة الحال. سؤالي، بما أنني أشتغل في المنظومة التربوية المغربية وبإعدادية شامخة بتميزها بطبيعة الحال وببحثها دائما عن ما هو جديد، أعجبني كثيرا هذا العلم، علم النفس، ومن خلاله الآن علم النفس الإيجابي. سؤالي هو، وخصوصا وأنني مقتنعة جدا جدا بأنه عندما يكون الأستاذ إيجابيا، المؤسسة إيجابية، لا يمكن إلا أن يندمج التلميذ أو المتعلم داخل منظومته مع أساتذته، لأن عندما يحب محيطه
سيحب كذلك المادة. كيف يمكن أن نشتغل بهذا الميدان في المجال التربوي، يعني في علم النفس الإيجابي نوظفه في المجال التربوي، يعني كيف ندمجه في داخل الحياة المدرسية؟ بطبيعة الحال مثلا عندنا نادي ديال منظومة الطفل الذكي يهتم بالدعم السيكولوجي للتلاميذ، كيف أوظف كطالبة باحثة وكذلك كفاعلة داخل المنظومة بهذا العلم الجديد إيجابيا وأخلق الإيجابية داخل المؤسسة التعليمية، ذلك بطبيعة الحال للرقي سواء بالمتعلم بالمعلم بالأستاذ بالمنظومة ككل وبالمجتمع، لأن عندما نرقى بالمتعلم فإننا نرقى بأسرته بمجتمعه الصغير والكبير. وشكرا جزيلا على طلتكم، كل شيء في الحياة فهو نسبي، فالنجاح نسبيته ترجع لفاعليه، ترجع للأعضاء المتفاعلة، لأن دائما هناك متغيرات، متغير تابع ومتغير مستقر. إذن لابد أن نكون إيجابيين، نقتنع بالفكرة، لأن عندما تقتنع بالفكرة تناضل من أجلها، وعندما تناضل من أجلها وبإصرار وبإقناع واقتناع تتحول بطبيعة الحال إلى نجاح، لأن rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans tous les domaines, quel que soit. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة على المداخلة الجميلة. فيها كذا جزئية الحقيقة جميلة قوي. أول حاجة الجزء المرتبط بأنه في متغير تابع ومتغير مستقل، حضرتك خدتي جزء مرتبط باللي تكلمنا فيه من شوية، هو مش بس جزء تابع وجزء مستقل، متغير تابع ومتغير مستقل، وفي متغيرات تابعة كثيرة ومتغيرات مستقلة أكثر. واللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه دلوقتي هو مرتبط بالبوزيتيف إديوكيشن، وما يسمى أيضا بالبوزيتيف بيداجوجي. اللي هقول لحضرتك ببساطة شديدة إنه هذا التخصص، هذا الفرع، لو وحضرتك واضح إنه كنت موجودة معنا في 2006 إلى الآن، هو لي عمل موجود بشكل دؤوب في الجمعية الدولية، وبما أنه موجود فهو ليه منصة وله باحثين وله طلاب وله أخصائيين، بل بالعكس أكثر من ذلك، في اليابان في تخصص، في معهد اسمه معهد التربية الإيجابية موجود وله برامج موجودة فيه. هذه البرامج بتتعامل مع الأفراد ومع المؤسسات اللي حضرتك كنت بتذكري عليها دلوقتي، سواء كانت جامعات أو مدارس. قبل المعهد في اليابان إلى الآن البوزيتيف إديوكيشن إنستيتيوت في أستراليا، وده أيضا عنده برامج متعددة وكثيرة بيتعامل بهذا الشكل، بل بالعكس بيقول إنه إحنا ما نتعاملش فقط مع المدارس والجامعات أو المؤسسات الحالية، بل نتعامل مع الفرد. سبين دونك حاجة مرتبطة بالحياة بشكل عام وبشكل أساسي وبشكل مستمر. فأدعو حضرتك، ممكن أبعت الأسماء لو حضرتك تكتبيها بالإنجليش على الجوجل، عدد المعاهد، وأيضا ممكن أبعت لحضراتكم الويب سايت بتاع الجمعية الدولية، حتى ممكن تسجيل معهم في المنصات وللتواصل معهم والاستفادة مما يقومون به لعدد من السنوات من برامج تساعد، سواء كنا نتعامل مع طلاب في الجامعة أو في المدارس أو النفع. شكرا لحضرتك. هل هناك أسئلة أخرى؟ إذن شكراً لحضورك.
نعم. إذن نحن نوقفوا لأن كاين شوية الناس كاين التزامات هذا، ولكن تفضل يا أستاذة تفضل. لدينا مزيد من إن شاء الله اللقاءات، ستكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله، هذه فقط البداية. الدكتور مرعي هو مستعد لكي يكون معنا في غير مرة، سيدعو أشخاص آخرين من كل العالم بمعنى، وعدنا بأنه سيحاول أن ينسق مع باحثين من أمريكا ومن فرنسا وكذلك من مدن من دول متعددة. هي فرصتنا لكي نتعرف على هذه المعرفة، لأنني أعتقد بأنها غنية جدا ويمكن دمجها ببساطة مع مجالنا الإكلينيكي الديناميكي، بمعنى هناك مجموعة من المفاهيم المشتركة والتي يمكن أن نصوغ لها إمكاني أو نصوغ لها مفاهيم معينة، ويمكن أن ندمجها في مفاهيم علم النفس الإيجابي لكي تكون أكثر قدرة على اقتحام العالمية، بمعنى هناك اشتغال فعلي جدي كبير على هذه المفاهيم لكي نستطيع أن نصل إلى معنى شمولي أكثر. لا يجب أن نبقى حبيسي نظرة ضيقة، أنا هي ميزة لعلم النفس أنه ينفتح على الجديد، ميزة كذلك لعلم النفس أنه مع أنه ذو تاريخ قصير جدا إلا أنه مشبع بالأفكار الجديدة. إذن هو كبير فعلا، علم النفس هو كبير فعلا وغني جدا، وهذا الغناء يجب أن ننهل منه، ولعل هذه فرصة من الفرص التي يمكن أن تقدر لنا اقتحام علم النفس الإيجابي لمن يريد أن يشتغل في هذا الجزء من في هذا الاتجاه الذي أعتبره فعلا مهما إلى أبعد الحدود. شكرا للدكتور مرعي، وسنستضيفك من دون شك في مراحل أخرى من اشتغالنا في علم النفس الإكلينيكي، لنا كذلك محاضرات رسمية معك في الماستر، وأنت دائما بين أهلك ودويك، أنت في مكانك حيث أنت في ماستر علم النفس المرضي الإكلينيكي الديناميكي. إلى اللقاء مرة أخرى، ونختتم هذا اللقاء، وأمسية سعيدة للجميع. شكرا مع السلامة وتحية الجميع.